تعلن وزارة الاتصال عن تنظيم الطبعة السابعة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف للثاني والعشرين أكتوبر من كل سنة. موضوع هذه الطبعة جاء تحت عنوان الإعلام بين الحرية والمسؤولية. تهدف الجائزة إلى تتويج أحسن الأعمال الصحفية المشاركة في الأصناف التالية: الإعلام المكتوب، الإعلام التلفزي، الإعلام الإذاعي، الإعلام الإلكتروني، والصورة. ترسل ملفات المشاركة إلى رئيس لجنة التحكيم لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف بوزارة الاتصال، وآخر آجال المشاركة يوم 16 أكتوبر 2021. للمزيد من المعلومات وتحميل استمارة الترشح، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة www.ministerecommunication.gov.dz.